السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح example على حل ال 3 moment equations. عندي beam بالمنظر ده fixed و 2 rollers، الانرشيا هنا بواحد والانرشيا هنا بواحد ونص. عندي distributed load 10 kN وعندي 2 concentrated load 20 kN وكل ال distances 2 متر. طيب ال steps بتاعت حل ال 3 moment equation، أول خطوة عندك هي check ال determinancy. عايزين نعرف هو ده يعني 1 degree ولا 2 degrees، عشان أعرف في الآخر أنا هحل ب equation واحدة ولا ب 2 equations. طيب المعادلة اللي احنا عارفينها بتقول لي ال n بتساوي ال m هو عدد الممبرز، وقلنا نبدأ أفضل بال joints عشان على أساسها نحدد الممبرز. فأنا عندي هنا joint الأولانية، joint التانية، الجوينت التالتة. فأنا عندي 3 جوينتس و2 ممبرز ومفيش انترميديت هنج، وعدد الرياكشنز المفروض هنا يبقى عندي رياكشن XA، رياكشن MA، رياكشن YA هي 3، رياكشن YB، رياكشن YC، 1 2 3 4 5 reactions. 3 × 2 هتبقى 6، و5 11، ناقص 3 × 3 9، يبقى ده second degree indeterminacy. ده معناه ان انا هحتاج ل 2 equations. طيب الخطوة التانية اللي عندك هي انك تشيك لو في عندك special cases. ايه ال special cases اللي عندي؟ انا عندي بيبقى 3 حاجات. اول حاجه لو انا عندي كانتليفر، في المساله دي مفيش كانتليفر. تاني حاجه ببص عليها لو انا عندي انترميديت هنج، في المساله دي مفيش انترميديت هنج. تالي حاجه عندي هي الفيكسد سبورت. عندي هنا فيكسد سبورت. طب الفيكسد سبورت بتعامل معاه ازاي؟ الفيكسد سبورت بحوله الى بيم، سمبل بيم، الانيرشيا بتاعتها انفينيتي والطول بتاعها بزيرو، وهنشوف بعد كده في الخطوه الجايه هستفيد ايه من المعلومه دي. طيب لما اجي اقسم البيم بتاعتي الى سمبل بيمز، الطول بتاعه بزيرو والانيرشيا بتاعته بانفينيتي، ده كده نقطه A. نقطة من A ل B اللي عليها distributed load 10 kN/m run والطول بتاعها ب 2 متر، ومن B إلى C. يبقى زي ما واضح كده أنا بعمل split عند ال internal supports، بقسم البيم بتاعتي الكبيرة من عند ال internal supports إلى simple beams صغيرة. طيب هل الشكل ده هيطلع لي نفس المومنت اللي المفروض تطلع من الشكل ده؟ لا طبعا. ليه؟ لأن هنا أنت حطيت simple beam، فحطيت هنا pin support و pin support، فالمومنت أصبحت بصفر، لكن هنا المومنت مش بصفر، أو هنا المومنت مش بصفر، هنا المومنت ليها قيمة. إذا لازم تعوض الغلط اللي أنت عملته أو النقص اللي انت شلته بانك تحط concentrated moment عند الاطراف، فتعوض المومنت اللي انت شلتها بوضعك للبين سبورت. فانا هبدأ احط المومنت، احط مومنت هنا، احط مومنت هنا، وهنا المومنت هتبقى زيرو. تسمية المومنتس دي هتبقى على أي أساس؟ خلينا نقول المومنت اللي أنت عايز تحسبها الأول أو تطبق عندها الإيكويشن الأول دي هتبقى اسمها مومنت 2، شمالها هنسميها مومنت 1، ويمينها هيبقى اسمها مومنت 3. تاني
يبقى انا لو هطبق الايكويشن 3 مومنت ايكويشن عند النقطة B، يبقى هسمي النقطة دي المومنت اللي عندها M2، طبعا M2 الناحيتين، وعلى شمالها هيبقى M1 وعلى يمينها هيبقى M3. جميل. خطوة رقم 4 هي انك ترسم بيندنج مومنت دياجرام لكل سمبل بيم بالمنظر ده، وطبعا من غير الكونسنتريتد مومنت دي القيم اللي احنا عايزين نبقى نحسبها، وتعبر عن البيندنج مومنت اللي هترسمها على انها الاستيك. تعال نشوف المومنت في الجزء ده هتبقى زيرو عشان ما فيش عليه لودز. المومنت عند السمبل بيم اللي بالمنظر ده عليها ديستريبيوتد لود 10 كيلو نيوتن هتبقى WL سكوير اوفر 8 بارابولا، وقيمتها ب 5 كيلو نيوتن متر. اتنين كونسنتريتد لود وقاسمين البيم لإيكوي ديستانس لانسز، فهيبقى قيمة المومنت عندك هي PL على التلاتة. قيمة المومنت عندك هتبقى PL على التلاتة. PL على التلاتة يعني 20 في 6 على التلاتة، هتطلع دي 40. يبقى دي كده 40 ودي كده 40. كده انت حسبت البيندنج مومنت دايجرام. لو تفتكروا في الكونجكت بيم كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اللود اللي موجود ده على البيم يعتبر الاستيك لود، ويطلع لي حاجة اسمها Elastic Reactions. طيب تعال نأبلاي كده الـ Elastic Loads وبعد كده نروح نحسب الـ Elastic Reaction. هنا اللود بصفر. ازاي بحسب الـ Elastic Load؟ هو عبارة عن Distributed Load، بعمل الـ كأنه Distributed Load. فالـ Distributed Load كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحسب الـ Area ونحولها إلى Equivalent Concentrated Load ونبدأ نحسب. طب الاريا بتاعت البارابولا هتبقى موجود السي جي بتاعها في النص، اريا البارابولا 2 اوفر 3 في البيز بتاعتي اللي هي 2 في الهايت بتاعي اللي هو 5، فهتطلع 20 اوفر 3 في النص. طيب بالنسبة للترابيزويد هعمل ايه؟ هقسمه لاريات اعرف احسبها بسهولة، اريا الترينجل ده، اريا المستطيل ده، وأرية التراينجل ده. فلاقي هنا إن أرية التراينجل ده هاف البيز بتاعته اللي هي 2 في الهايت بتاعته اللي هو 40، فيطلع 40. فيبقى هنا ده ب40، وهنا أرية الريكتانجل هيبقى البيز في الهايت اللي هو ال 2 في 40، فيبقى ب80. نفس الكلام التراينجل ده يبقى زي التراينجل ده هيبقى 40. فكأني عندي concentrated load قيمته 40، concentrated load قيمته 80، concentrated load قيمته 40. طيب وال distances، بما ان ده symmetric فال distances مش هتفرق معانا لان هبقى عارف ان قيمة الرياكشن اللي هنا زي قيمة الرياكشن اللي هنا. طيب خطوة رقم 5 انك تحسب الالاستيك reactions. انك تحسب الالاستيك رياكشنز. الالاستيك رياكشنز هي عبارة عن الرياكشنز الناتجة عن الالاستيك لودز اللي احنا حطيناها الكونسنتريتد. طب تعالى نسمي كده الرياكشنز بتاعتنا. انا عندي دي هنا كان المفروض في جوينت A، فيبقى عندي هنا الالاستيك رياكشن اسمه R A، ده ناحية الشمال من الجوينت يبقى RA left، وهنا عندي RA right. هنا دي جوينت B، فيبقى عندي RB left، وهنا عندي RB right، وهنا دي جوينت C، فيبقى عندي R. طيب نرجع نحط المومنتس بتاعتنا، اشكال المومنت بتاعتنا. خطوة رقم 6 هي انك هتبدأ تأبلاي الـ 3 مومنت ايكويشن.
الرول بتاع الثري مومنت ايكويشن. طيب ده الرول بتاع الايكويشن او الثري مومنت ايكويشن. الرول ده بنطبقه عند جوينت واحده بس، يعني نفترض ان احنا هنبدا بجوينت بي، فانا هابلاي عن جوينت بي. لما تيجي تحل عند جوينت بي قلنا المومنت اللي عند الجوينت بي دي هيبقى اسمها ام 2 اللي هي دي، شمالها هيبقى اسمها ام 1، يمينها هيبقى اسمها ام 3 اللي هي دي اللي هي دي. طب ايه ال ال ليفت؟ ال ال ليفت هو طول السمبل بيم اللي على شمالها اللي هو هيبقى ده المره دي، ال رايت هو طول السمبل بيم اللي على يمينها اللي هو هيبقى ده، والاي اي ليفت هي الانيرشيا في يونجز مودولس على شمالها، واي اي رايت الانيرشيا في يونجز مودولس على يمينها. طب وار ليفت؟ ار ليفت هو الالاستيك رياكشن شمالها، وار رايت هو الالاستيك رياكشن يمين الجوينت اللي احنا بنحسب عندها. تعال نبدا نعوض كده بالارقام. دلوقتي تعال نقول ان هنا ام 1 هتبقى بتساوي ام 1 هنا بكام؟ مش عارفين، احنا عايزين نعرف. ام 2 هتبقى بكام؟ برضو ام 2 احنا مش عارفين، احنا عايزين نعرف. ام 3 هتبقى بكام؟ ام 3 هنا عندنا بزيرو. تمام. بالنسبة للال، ال ليفت اللي هي شمالها بكام؟ باتنين متر. ال رايت اللي هي يمينها هتبقى بكام؟ هتبقى الطول ده كله اللي هو 6 متر. اي اي على شمالها هتبقى بواحد، اي اي على يمينها هتبقى ب1.5. الار ليفت اللي هو هنا هيبقى قصده ار بي ليفت اللي هو بيساوي، نحسبه هيبقى نص العشرين على التلاتة اللي هو 10 على 3 بما انه سمتر، وار بي رايت اللي هنا هيبقى نص الاحمال دي كلها اللي هو هيطلع 80 بما انه سيمتري برضه. نفس الكلام ار اي ار هيبقى 10 على 3 عشان سيمتريك، وار سي هيطلع ب80 برضو عشان سيمتريك. يبقى ده هيطلع ب10 على 3، وار رايت هو قصده هنا الار بي رايت اللي هي تطلع ب80. نبدأ نعوض في الايكويشن، فاقول ان ام 1 اللي عندي اللي هي مش عارفها مضروبة في ال L left اللي هي 2 على ال E I اللي هي بواحد بلس 2، ال M 2 اللي أنا مش عارفها في L left اللي هي ب2 على ال E I اللي هي بواحد بلس L right اللي هو 6 على ال E I اللي هو 1.5 بلس M 3 اللي هي بزيرو، يبقى الترم بتاعها كله بزيرو equal negative 6 ال R left اللي هي ب10 over 3 مقسومة على 1 plus r right اللي هي 80 مقسومة على 1 point. لو جينا نعمل simplification للإيكويشن دي هيديني في الآخر 2m1 plus 12m2 equal negative 340، ودي أول إيكويشن عندي فيها 2 unknowns. يبقى دي equation رقم 1، عندي m 1 و m 2، يبقى انا محتاج equation تانية. يبقى هطبق ال equation دي تاني بس المرة دي عند joint مختلفة اللي هي joint A. يبقى انا هنا كنت بطبق عند joint B، انا لسه في خطوة رقم 6 بس ه apply 3 moment equation المرة دي عند joint A. عشان اطبق عند جوينت A اتفقنا ان مومنت 2 دي اللي هتبقى اللي عند الجوينت اوف ابليكيشن اللي هي هنا، يبقى دي كده هتبقى بالنسبة لي مومنت 2، واللي على يمينها هتبقى مومنت 3، واللي على شمالها هتبقى مومنت 1. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما جينا سمينا دي مومنت 1 وسميت دي مومنت 2، فانا مش عايز اعيد تسمية الـ unknowns دي عشان اعرف احل الـ equations يفضلوا هما هما. فانا هقول ايه؟ انا هقول مومنت 2
سمول المقصود بيها المومنت اللي انا هطبق عندها، اللي هي بالنسبة لي هنا مومنت كام؟ مومنت واحد. مومنت واحد سمول المقصود بيها المومنت اللي على شمال المومنت اللي انت طبقت عندها، اللي هي بكام؟ صفر. ليه دي مومنت 3 سمول المقصود بيها المومنت اللي على يمين البوينت اوف ابليكيشن، فتلاقي اسمها ايه؟ مومنت 2. انا ليه عملت كده؟ بس عشان ما بقاش بسمي الانونز بكذا اسم واعرف احل. فيبقى ام 1 ال ليفت بتاعتي بكام؟ بصفر. ال رايت اللي على يمين البوينت اوف ابليكيشن اللي هي ب2. اي اي ليفت بكام؟ بانفينيتي. اي اي رايت بكام؟ ب1. الار ليفت المقصود بيها هنا ار اي ليفت عندنا هنا بكام؟ صفر، لان مفيش احمال. ار رايت المقصود بيها ار اي رايت، وده اللي احنا طلعناه قبل كده ب 10 اوفر 3. فاضل كده ان انا ابلاي الايكويشن، نيجي نعوض ام 1 اللي هي بصفر، فالترم ده كله هيطير، زائد 2 ام 2 المره دي بقى اسمها ايه؟ ام 1. ام 1 ال ليفت بالنسبة لي لها صفر، ال رايت اللي هي 2 على ال اي اي بتاعتها اللي هي بواحد، بلس ام 3 اللي هي دي اللي هي سميناها قبل كده ام 2، ال ال بتاعتها ال ال رايت 2 على 1، الكلام ده كله بيساوي نيجاتيف 6. نفتح براكت ار ليفت اللي هو 0 و r right اللي هو 10 على 3 over الواحد. لو جينا عملنا simplification للإيكويشن دي هنلاقيها بتديني 4 m1 plus 2 m2، الكلام ده بيساوي negative 20. يبقى دي الإيكويشن التانية برضو فيها نفس ال 2 unknowns m1 و m2، فأعرف أحل ال 2 equations simultaneously. لما تيجي تحل ال 2 equations هيطلع لي M1 بتساوي 10، هيطلع لي M2 بتساوي negative 30. كده لو رجعت تاني أعوض في الشكل اللي احنا كنا عاملينه في الأول، فهنلاقي البيمز بالمنظر ده. M2 طلعت بنيجاتيف 30، يعني عكس الفرض اللي احنا عملناه. كده أقدر أبدأ أرسم البندنج مومنت دايجرام. هلاقي المومنت عندي هنا بتن، فهنزل تن، والمومنت هنا عند الجوينت بي بكام؟ بثيرتي فوق، فهطلع فوق ثيرتي، والمومنت هنا بزيرو. هبدأ أوصل داشت لاين كده، وأبدأ أوصل داشت لاين هنا، وهنا أعلق بارابولا تنزل 5 ال دبليو ال سكوير على 8 بتاعتها ب5، وهنا هنزل بي ال على 3 وبي ال على 3، فيبقى المنظر كده. تطلع دي 20 وتطلع دي 30، لما انزل من هنا 40 وانزل من هنا 40 عرفت منين؟ لما دي تلتنا هتبقى 20، تلتة يبقى 10. طيب بالنسبة للشير فورس دايجرام، الشير فورس دايجرام لازم احسب الرياكشنز الجديدة عشان اعرف ارسم. ان انا هنا عندي رياكشن اسمه YA، عندي هنا رياكشن اسمه YB left، وعندي هنا رياكشن اسمه YB right، وعندي هنا رياكشن اسمه YC. لو جينا نحسب سيجما المومنت عند النقطة B المفروض تطلع بزيرو، فلاقي القيمة بتاعتي هي 10 في 2 تبقى 20، يبقى 20 في 1 minus YA في 2 minus 10 minus 30، كل الكلام ده بيساوي زيرو. ال YA هتطلع ب
نيجاتيف 10، ده معناها ان اتجاهها يبقى المنظر ده كده قيمته 10. دي 20 ودي 10 يبقى ال y b left هتبقى بتساوي 30 لفوق. طيب y b right ناخد سيجما المومنت عند النقطة C هتكون بتساوي 0، فأقول 30 plus 20 multiplied by 4 plus 20 multiplied by 2 minus YB في 6، فيطلع YB بتساوي 15 والYC هتبقى بتساوي 25 من السيجما. يبقى دي كده 15 ودي كده 25. نرجع نرسم شير فورس دايجرام، هطلع مع الطالع وانزل مع النازل، ف هنزل هنا 10 وافضل ماشي داش لغاية لما الاقي 20 تنزلني لغاية 30 وافضل ماشي، 30 هترجعني تاني لغاية الصفر، بعد كده واي بي رايت هتطلعني لحد 15 و 15 افضل ماشي كونستانت لغاية ال 20، ال 20 هتنزلني لحد نيجاتيف 5 وال 20 التانية هتنزلني لحد 25 وافضل مكمل للاخر و 25 ترجعني ليه 0. منساش اوصل ده كده عشان يبقى لينير واعمل هاتش للشير فورس. الساين هنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، وده كده الشير فورس دايجرام. طيب بالنسبة للسبيشال كيسز، لو انا عندي كيس زي المسألة دي فيها تو كيسز، كيس الانترميديت هنج وكيس الكانتليفر اللي هتبان بعد كده. تعال نشوف لما الاقي انترميديت هنج هعمل ايه. الانترميديت هنج غالبا جزء منه هي جزء بيقسم المسألة جزئين، جزء يبقى determined وجزء يبقى indeterminate. يعني لو جينا نشوف كده هنلاقي ان في جزء متشال وجزء شال. تعالى نفصل عند الانترميديت هنج ونشوف، هلاقي المنظر ده كده، هلاقي المنظر ده كده، فهلاقي ان ده جزء determined سهل ان انا احله على طول واطلع قيمة الرياكشن اللي هنا ده. قيمة الرياكشن ده لو قلنا هيطلع y واحد، فواي واحد هو قيمة الكونسنتريتد فورس اللي هتبقى موجودة على البيم التانية. فإذا الجزء اللي على اليمين ده كان جزء ديترمنت متشال، والجزء اللي على الشمال ده هو الجزء اللي شايله، اللي هو لو عملنا زوم كده نلاقي المنظر ده. طيب هنا بقت مسألة برضو ستيل indeterminate وعندي ظهر هنا عندي كانتليفر. طب لو ما كانش فيه كانتليفر فكنت احل مسألة عادي indeterminate بـ 3 moment equation وابلاي وابدأ اقسم هنا احول ده لـ inertia بتاعتها بـ infinity واحل. والكانتليفر يعتبر special case تاني زي ما قلنا قبل كده. الكانتليفر هو determinate structure، determinate structure يعني معروف قيمة المومنت بتاعته. يعني انا اقدر اشيل الكانتليفر ده واحول المسألة بتاعتي للمنظر ده كده intermediate hinge fixation، وهنا concentrated moment قيمتها هي ال y في length الكانتليفر، وده concentrated load. كأني عملت shift لل concentrated load بالمومنت بتاعته. طيب ال concentrated moment اللي هيظهر لي هنا ده عندي منه عندي ليه حلين. لو انا جيت قسمت دي ل بيم كده الانرشيا بتاعتها انفينيتي وبيم تانية عليها الكونسنتريتد لود ومعاها المومنت اللي هنا، وتعالى نسمي المومنت دي مومنت كانتليفر ام سي. فلما تيجي تطبق الايكويشن بتاعت الثري مومنت ايكويشن عند النقطه اللي في النص، فتقول المومنتس اللي هنا دي ام 2 وما نعرفش قيمتها، دي M1 وقيمتها بزيرو، ودي M3 وقيمتها ب MC. MC طبعا باتجاه الإشارة بتاعتها، يعني لو دول كانوا بوزيتيف فدي هتبقى بالنيجاتيف. ولما أبدأ أعوض في الإيكويشن فأعوض بقى في إيكويشن M1 وM2 وM3 بالقيمة المعروفة. ده first solution. طيب الـ second solution هي إيه؟ هي إن لما أجي أحل هقول إن الـ M1 بزيرو وM2
معرفهاش، وام 3 برضو بزيرو. طب والام سي دي راحت فين؟ الام سي دي هعتبرها اكسترنال مومنت او اكسترنال لود زيها زي البيهات اللي موجوده هنا، واحلها واطلع الالاستيك رياكشن نتيجه. انا بفضل الحل رقم 1.